واخا اليوم الكل كان كيتكلم على ارتفاع ديال الاثمنه وخاصه السرديل، كيفاش السرديل وصل 25 30 درهم؟ المشكل هو كاين الطلب تاع العرض ديال الاولى، ثانيا بالنسبه للمواطنين لان القدره الشرائيه قصات شويه، تاج السرديل يعني بالنسبه للحوض الاخر طيح له الثمن، السرديل اللي طالع الثمن، هذا هو علاش الثمن ديالو. دابا السرديل ولا غالي على بعض المنتجات اللي ثانيا كاين الوسطاء ما يعرفوا الثمن شنو كاين الوسطاء هو شحال له الثمن ديال السرديل. وشحال وصل دابا في العشية؟ 25 درهم 20 درهم حتى الاخر كاع كنبيعوا 15 درهم. ولكن الناس الصباح خذوه ب 30 درهم. دابا دابا شحال الساعة 25 درهم 25 درهم 20 شوية غادي 15 درهم. والأثمنة ديال المنتوجات الآخرين؟ الآخرين قطراسيا بحال الفطار ما كاين حتى شي حاجة، غير السرديل كالامار والكروبيت هادو هما الأثمنة. واش غير اليوم باش طرع الثمن السرديل؟ في رمضان السرديل اليوم أما الحوت أما الكروبيت والكالامار اللي كانت في رمضان، لأن الكالامار تقريبا واحد صاروخية تقريبا كانت من 80 110 كالامار، بالنسبة للكروبيت مشى 130 درهم 150 درهم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.